إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أهداف الصحة النفسية وتطبيقها إلى الوقاية من الاضطرابات النفسية أولاً، وعلاج الاضطرابات النفسية والمحافظة في الاستمرار الصحة والتكيف الأفضل في كبار السن. ابتداءً نحتاج أن نبين بعض المصطلحات المهمة في هذا الموضوع. في هذا الجانب نعمل على تحديد الجوانب التي يمكن أن تسبب اضطرابات، ثم نعمل على إزالتها وإبعاد الأفراد عنها مع توفير الشروط العامة التي تعطي الفرد قوة عملية يعني لمواجهة الظروف الصعبة. في الجانب الثاني تقوم المؤسسات المتخصصة بدعم الفرد من جهة أخرى وعلاج مشكلته النفسية التي يمكن أن توجد لديه من جهة الثانية، ثم مرافقة الخطوات من أجل التأكد من حسن عودته إلى السلم الصحيح. وضع يتم يعني انتظام الحالة النفسية في شروط الحياة السليمة والمختلفة التي تتضمن كبار السن، يعني حياتهم الخاصة بالتحديد التي تناسبهم. وأيضا هذا طبعا ما يدفعنا يعني كعاملين في المجال الصحة النفسية للعناية بالفرد وأيضا العناية بالبيئات المختلفة شديدة الالتصاق به. وأيضا في مجال المسنين فإن الشيخوخة تقترن أيضا بالاستهلاك النفسي التدريجي للأعضاء والتغيرات الحيوية التي تطرأ على الجسم والتي يعني تترافق مع الشيخوخة. وهكذا فإن من الطبيعي أن يحدث هذا التدهور في استهلاك العضلات كمرحلة من مراحل الحياة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.